السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بخير. اليوم راح ندير معكم لي تارتيلات بالتفاح. نبداو على بركة الله. بسم الله، هنا في الغيسيبيون تاعي حطيت كاس ونص تاع الفرينة، زدت عليهم قرصة تاع الملح، ربع كاس سكر كلاسي، وزدت تانيك نص كيس تاع خميرة الحلويات. أنا هنا ما صيرتش لي زانغغيديون تاوعي، هاد المقادير راني زدت عاود صيرتهم نرجعهم للغيسيبيون، خلطهم كامل مع بعض كيما راكو تشوفوا. ومن بعد نحكم لهنا 110 غرام تاع مارغارين ولا الزبده اللي تحبوا لهنايا. اللي ما عندهاش الميزان تحكم زوج مغارف تاع الزبده، تحطهم هكذا في الثلاجه باش يتجمدوا لها، ومن بعد ترحيهم هكذايا في سكرفاج لا بارتي لي خشينه. تعاونوا روحها بالفرينه وترحي تمتم، رايحه دير هذه العمليه. اين فوا ترحي كامل هذيك الزبده تاعك، دوك لهنا نسيو نرملو بها كامل الفرينه تاعنا. احكمي هكذا بزوج يديك وسيي دخلي هذيك الزبده كامل في الفرينه حتى تولي لك هكذا مرمله كيما نديرو لا باتسا بلي. من بعد نحكم حبيبه تاع البيض ونلم بها كامل هذه العجينه. انا هنايا حبه تاع البيض كانت كبيره مثل العجينه، وانتم لا كان البيض تاعكم كان صغير ديروا البيضه الاولى وشوفوا تانيك الفرينه كاين اللي تشرب كاين اللي لا تلمت لكم كيما انايا. دوقا هكذا ديروا وتعبزوا تخدموا تعبزوا، مانيش نعجل لهنايا خلاص. ويلا ما تلمت لكم تزيدوا لها صفر بيضه واحده اخرى هكذا حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه وطريه، ماشي طريه بزاف وماشي يعني راكو تشوفوا فيها في الصوره. هنا دوك نقسمها على ثلاثه، اون بارتي نحطها في فيلم اليمونتير ونحطها داخل في الثلاجه الفوق كامل في كونجيلاتور، والاخرين الزوج نعاود نلمهم ونيطاليهم هكذايا في ان ريسيبيون. الريسيبيون تاعي لهنايا القطر تاعو 22 حتى 24 سنتيمتر. ومن بعد نحطها في الثلاجه ونروح دوك لهنا نخدم التفاح تاعي، نقشرو هكذا حد ربع حبيبات يكونوا متوسطين، نقشرهم ومن بعد نقي لهم نحي لهم كامل هذوك اللب اللي راهو لداخل، ونقطعهم هكذايا دي بتي دي، ونزيد عليهم زوج مغارف تاع السكر عادي لهنايا. عصرت لهنا نص حبيبه تاع القارص تكون متوسطه ونص مغرف تاع النشا، ونزيد لافاني ونحاول دوكا ندخل هذيك نص مغرف تاع النشا مليح مليح في التفاح تاعي. لازم نخلطهم هكذا شويه ومن بعد نديهم فوق النار. في البدايه تكون النار شويه قليله تحت المتوسط باش ندوبو السكر تاعنا برك، ومن طون انا نخلطو باسكو التفاح لهنا مازال شاد روحو. اي فوا هكذا يدوب لنا السكر، شوفوا راح تحصلوا على هاد الجو. نزيدوا للنار ونخلي التفاح تاعي يدي غلوه، غير يبدا يغلي برك راكو تشوفوا فين، نخليه يزيد شويه هكذا ثواني. كي تذوقوا هكذا الحبيبه تصيبوها شغل راهي طايبه في فمكم، طفوا وخليوا هذاك الجو نسحقوه في الاخر. نعاود نجبد نصفي قبل هذاك التفاح تاعي، نحط الجو ابار ونجبد الريسيبيون تاعي ونحط عليه هذاك التفاح، ونسيين نطاليه كامل دو مانيير يعني باش تجيني كامل التفاح في لاطاخ تاعي. اللي يحبوا التفاح يقدروا يزيدوا، انا هنايا نحبها هكذا كيما الوصفه. ومن بعد لهنا اي نوع تاع المكسرات عندكم تقدروا ديروا، هي يعني لهنا من المستحسن تخدموا باللوز ولا بالكاوكاو. انا هنايا حكمت شويه تاع الكاوكاو حمصته مليح مليح ورحيتو، حطيت هكذا قيس 3 مغارف، انا رحيتو رطب. وانتوما اللي تحبوا كونكاسي تقدر تخليه كونكاسي تانيك. ومن بعد نحكم هذيك العجينه اللي قلت لكم حطيتها الفوق في كونجيلاتور، ونبدا لهنا نربي فيها فوق هذاك التفاح تاعي والكاوكاو. ومن بعد اللي تلقى العجينه تاعها ما تحبش تربيها ومازالت لها شويه رطبه تقدر هكذا غير بيدها برك تفتتها. الفرن تاعكم راهو شاعل على 180 درجه، وشوفوا لهنا بعد ما طيبتها تخرج روعه روعه، صدقوني تخرج من اروع ما يكون. نسقيها دوكا هي راهي سخونه، وانا نسقي فيها بهذاك الجو اللي صفيناه من التفاح تاعنا، صدقوني الطعم تاعها يخرج ما شاء الله. ومن بعد في الاخير كامل نرزي عليها هكذا شويه تاع نرش عليها عفوا شويه تاع السكر كلاصي. في البدايه راح يبدا يشرب لكم، ومن بعد غير يبقى يشد روحو خلاص حبسو. علاش؟ باسكو ما كترناش فيها السكر بزاف، راكو شفتوني حطيت غير ربع كاس تاع السكر كلاصي،
وفي الاخر تانيك ما حبيتش نكتر باش في الاخير هنا السكر كيتروزيو لها راح يجيكم جوج جوست. ومن بعد كي العاده كيما موالفين دوك نقسم معاكم لهنا طريف تشوفوا النتيجه الاخيره تاعها تجي معسله لداخل تجي روعه روعه وتجي لاباط تاعها مدشه تخرج ما شاء الله. وهاي ليك هنا راهي مازالها سخونه لازم نخلوها حتى تبرد باش تقدموها تاني كالافراد العائله تاعكم ما تقدوش تاكلوها هكذا سخونه. وانا هنا سييت برك باش نكمل معاكم لا فيديو شوفوا لهنايا شوفوا لاباط تاعها كيفاش راهي هشيشه والداخل تانيك شوفوا هذاك التفاح مع هذاك الكاوكاو كي تزيدوا تسقيوهم وكامل شوفوا كيفاش يخرجوا روعه يخرجوا ما شاء الله. والنتيجه راهي على عينيكم راكم تشوفوا فيها لهنا تخرج من اروع ما يكون صدقوني تستاهل التجربه. هاي ليك هنا حن نذكركم ما تنسوناش بجيم لا فيديو ابوني وهكذا باش نروحوا البعيد وتكبر العائله تاعنا ونحققوا الهدف اللي رانا حابين نوصلوا له. وشوفوا لهنا النتيجه وريت لكم التفاح كيفاش خرج لاباط كيفاش تولي هشيشه تخرج يعني ما عندي ما نحكي لكم فيها قد ما نوصف لكم فيها ما حش يعني نعطي لها حقها تخرج بنينه بنينه ما شاء الله تستاهل تجربه. كان هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم نبقى غير نقول لكم كي العاده دمتم في رعايه الله وحفظه والى فيديو واحد اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.